من خلال 25 التي رصدت في صباح هذا اليوم، نذكر بالتوقيت الأفضل والأجمل مع معزة لرامس بن سالم بن صالح إقداد صاحبة أول أشواط هذا اليوم، حيث قطعت مسافة السباق في دقيقتين 49 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لرامس بن سالم بن صالح إقداد على فوز معزة بأول أشواط هذا اليوم. الشوط الحادي عشر في هبة الاستعداد من خلال هذه المنافسة الرائعة وهذا التنظيم الأكثر من رائع وهذا النقل الحي والمباشر عبر الهواء مباشرة وعبر قناة ياس الرياضية، الشريك الإعلامي والناقل الحصري لرياضتنا العربية الأصيلة، حيث ننقل لكم وقائع سباق الأسبوع الثاني من هذا الموسم. هنا مشاهدين الأعزاء لحظات وتعطى إشارة البدء في انطلاقة شوطنا الحادي عشر. بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه تعلن هذه الانطلاقة مباشرة إلى شاهين سليمان بن مسلم بن سليمان الدرعي، يتقدم راعي مشهور، بينما المركز الثاني متعب سهيل بن سالم بن راشد الكاسبي، والمركز الثالث وصل مشكور حمد بن مطر بن عبد الله الشامسي خذ المركز الرابع، غير إلى ثاني المراكز، بينما الدخول من المرعب عبد الله بن سيف بن راشد المزيني وصل في هذه اللحظات وغير إلى مقدمة الشوط، وفي المنافسة القوية دخول آخر على المركز الخامس من أيضا منور عبد الله بن صالح بالحلوس المسلم راعي جلاد، يتقدم من خلال هذه المنافسة والقدوم من حشيم مطر بالعود بن حمد بالعود العامري، يصل في منافسة قوية، عاشق البحار يتدخل دائما في المثلث الذهبي أنت يا الحر، يصل من خلال غازي الحرب الراشد بخادم بن راشد المهيري، يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذه التحديات، بينما الوصول الآخر من الشبابي حمد بن عيد بن سهيل المنصوري وصل أيضا عيد بن سهيل، من لا يعرف هذا الاسم، من لا يعرف هذا التاريخ الذي دائما يسجل بصماته في عالم سباقات الهجن، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الدرعي على المركز الأول، شاهين سليمان بن مسلم بن سليمان الدرعي يقدم لنا هذه الانطلاقة، يقدم لنا هذه النجومية على المركز الأول على مقدمة الشوط، المركز الثاني المرعب عبد الله بن سيف بن راشد المزيني وصل المزيني، تقدم المركز الثالث ناصي نايف بن مسلم بن أحمد ثعار، يصل بهذه اللحظات المركز الرابع، يتقدم متعب سهيل بن سعيد بن سالم بن خميس الوهيبي، وصل الوهيبي تدخل بهذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هذه النتيجة، ونعود إلى راعي مشهور يتقدم مع شاهين سليمان بن مسلم بن سليمان الدرعي على الصدارة، الدرعي على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط، ما شاء الله وتبارك الله على هذا الاندفاع، وصل أيضا أبو زايد وصل أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي، يتقدم مع مسرور، وأنت مسرور في الأيام القادمة قادمة مع مسرور بإذن الله تعالى، ولكن شاهين سليمان بن مسلم بن سليمان الدرعي، سلام يا القوع على هذا الفوز. المركز الثاني مسرور أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي، المركز الثالث وصل فيه المرعب عبد الله بن سيف بن راشد المزيني، المركز الرابع دخول من أيضا متعب سهيل بن سعيد بن سالم بن خميس الوهيبي، والمركز الخامس الباهر حمد بن سعيد بن محمد الحبسي أيضا بو تميم، من وصل في خامس المراكز. تهانينا والناموس لكل الفائزين وأيضا المنافسين. دقيقتين 52 ثلاث أجزاء من الثانية، شاهين سليمان بن مسلم بسليمان الدرعي، تهانينا لراعي مشهور، ولكن مسرور من فاجأنا في الأمتار الأخيرة. دقيقتين 53 وسبع أجزاء من الثانية، أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي، دقيقتين 55 ثانية سبع أجزاء من الثانية، من وصل المرعب عبد الله بن سيف بن راشد المزيني، المركز الرابع دقيقتين 57 بالوفاء والتمام، متعب سهيل بن سعيد بن سالم بخميس الوهيبي، بينما شعر أبو تميم خمس دقيقتين 57 وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا
من وصل الباهر حمد بن سعيد بن محمد الحبسي بوتميم، تهانينا وناموس على هذا الفوز. هكذا كانت النتيجة وهكذا